اللهم اغفر ثوابنا وقرانا وقرانا بركة أهلنا ومسبحنا ومستغفرنا ومسنا سنة جدك رب سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله حبيب رب العالمين سيدنا محمد المصطفى جميع سيادة الأنبياء أهل الصدق والوفاء وسيادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب وعلي بن أبي طالب وسيدنا عبد الله بن جعفر الطيار وأخوان أعون ومحمد ودراريهم ودراريهم أجمعين وجميع الدائر سيدنا جعفر بن أبي طالب وأهل محبته ومن زاره أو يزوره من المسلمين ليوم الدين وإلى أرواح ساداتنا وساداتنا شهداء موتى وجميع شهداء أهل بدر وأهل أحد وأهل بيعة الرضوان وجميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح جميع ساداتنا أهل البيت النبوي وأولياء الله في عظمة علم الله وصحن البيت الله وهو ديننا وهو مشايخنا وذوي الحقوق علينا خاصة وعلى جميع المسلمين والمسلمات عام أن الله يفرج ويفرج كروب المسلمين ويجمع شملهم على ما يحب ويرضى أن ويقبلنا على ما فينا ويجعل الزيارة مقبولة وصلة موصولة ويحنن علينا هذه الأرواح الطاهرة. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت لنا روح ومعين يا الله اجل بروحي ما نزل إن الرحيم لم تزل خيرك عز وجل ولا أرجوكم بالعالمين يا الله أبيك بنا شر العدا وخذ أمورك ابتدا واجعل أمورنا فدا وعبرة للناظرين يا الله يا ربي شتت شملهم يا ربي فرج جمعهم يا ربي قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله الرحمن الرحيم اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجز صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وبارك على صحابته أجمعين اللهم لك الحمد الشكر ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رضا وأنت لم تزل لذلك أهلا يا ميسر كل عسير يا جابر كل كثير ويا صاحب كل فقير ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير.